بعد تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان باتخاذ إجراءات بحق وزير العمل شربل نحاس لرفضه توقيع مرسوم بدل النقل إما بإقالته أو بتغيير حقيبته عبر القانون، كثرت التساؤلات عن مدى دستورية هذين الإجراءين، فماذا يقول القانونيون بهذا الخصوص؟ لناحية إقالة الوزراء في مادة صريحة بالدستور اللبناني، المادة 69 بتحدد أنه إقالة الوزراء تتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي أعضاء الذين يؤلفون الحكومة، ليست حتى أغلبية ثلثين الحاضرين ولكن أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. هل الحكومة بترجع تأخذ الثقة من جديد أو هذا الوزير يعطي الثقة؟ ليس بحاجة بهالحالة أبدا إلى ثقة مجلس النواب من جديد. يمكن للنواب أن يطرحوا الثقة بالوزير الجديد أو بالحكومة مجتمعة، ولكن الحكومة كشرط من شروط اكتمال شرعيتها من مضطرة أبدا إلى أن الوزير الجديد أن يطرح الثقة به لكي ينالها. أما بموجب المادة 53 من الدستور فيقول صغيب إنه يمكن تبديل حقيبة وزير من دون العودة إلى مجلس الوزراء بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وموقع من رئيس مجلس الوزراء فقط. في تجربة سابقة بالعام 93 عندما تم تبديل حقائب بين الوزير فريم والوزير حبيئة، تقدم الوزير فريم اللي تقدم بطعن على مجلس الشورى الدولي بعد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة دون العودة إلى مجلس الوزراء، وأكد مجلس الشورى الدولي بقرار شهير أنه عملية تبديل الحقائب ليست كإقالة الوزير، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أكثرية الثلثين من مجلس الوزراء لتبديل الحقائب. طبق مجلس الشورى مبدأ المقايسة الأنالوجي واعتبر أن هذه العملية تشبه إسناد الحقائب إلى الوزراء وتسميتهم وزراء الوارد بالمادة 53. الحلول التي عرضها سليمان على نحاس بتوقيع مرسوم بدل النقل مع تسجيل تحفظه قبل إحالته إلى مجلس النواب يفترض على نحاس قبولها وفق مقتضيات التضامن الوزاري. بعد التعديلات الدستورية لعام 90 اللي صدرت على إثر اتفاق الطائف، وبالتالي بالنص الدستوري اللبناني ليس هناك من مهلة لكي يلتزم بها الوزير بالتوقيع. واعتبر صغيب أن الإجراءات الممكن اتخاذها لحل الشلل الحاصل بمرسوم بدل النقل إما أن يوقع وزير العمل فوراً وإما أن يعتزل أو يغادر البلاد ليوقع مكانه وزير آخر بالوكالة، وإما الرجوع إلى ما طرحه الرئيس سليمان الإقالة أو تبديل الحقائب.